the fourth grade وهنبدأ مع بعض شرح الجزء الخاص ب unit 4. ال question words أدوات الاستفهام لازم تبقى عندك. احنا قلنا كلمة مين للبني آدمين اسمها هو W H O هو ما أو ماذا وقت ما أو ماذا وقت الأرض تدور على المكان الإن تدور على الزمان where أين وين متى where أين وين متى بسأل العدد بهاو ميني بسأل العدد بهاو دي لازم تتحفظ عشان السؤال بتاع الكومبريهنشن كنت عليه أسئلة تعرف تحله ما تقفش في الأسئلة تقول هنا كلمة مين تسألني على البني آدمين بس يعني العاقل who helps you at home مين بيساعدك في البيت What is your city called? مدينتك بتدعى ايه او بتسمى ايه? Where is your city? المدينة بتاعتك فين? How many people live there? كم عدد الناس بتعيش هناك? لما اجي اكتب باراجراف بقى عن نفسي. بعيش فين يا رعد? وبعمل ايه? هقول هاي. ام وبقول ايه? اسمي. live يعني يعيش. I live in. احنا دلوقتي عايشين في حلوان. حلوان دي سيتي ولا مدينة? لا. تاون. 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 هتبقى ايه? تاون هي مدينة صغيرة هي مش مدينة كبيرة. I live in town called حلوان تدعى ايه؟ حلوان. It's in كايرو هي في محافظة ايه؟ القاهرة. About واقول عدد الناس اللي بتعيش ايه؟ هنا. ده ازاي اكتب باراجراف بشكل سريع عن نفسي وايه؟ والمكان اللي انا بعيش فيه. هتعمل لي ده في الواجب. The fourth grade unit 4 lesson 3. هنقول مع بعض اهم الكلمات اللي مطالب الولد او الطالب ان هي تكون عنده. اول حاجة عندنا كلمة take the second right يعني خد المنعطف التاني الجي والاتش سايلنت. go straight ahead يعني امشي على طول الجي والاتش سايلنت. it's on the corner انه على الناصية. turn right الجي والاتش سايلنت احود يمين. turn left احود ايه يسارا. on the other side دي مهم ان انت تبقى حافظها. every morning سهله. sports club sports هنا جايه لي صفه معناها رياضي مش جايه لي معناها رياضات. sports هنا صفه معناها ايه رياضي. عندي كلمه store يعني متجر. town مدينه صغيره. south يعني جنوب. place يعني مكان. station يعني محطه. small صغير كل دول لازم تحفظه. excuse me expression لازم احفظه. near my house بالقرب من منزلي. بايك اور بواسطة السيارة. come to يأتي إلى. نيجي عند lesson 4. the red sea البحر الأحمر. سحارة desert اللي هي الصحارى الكبرى وخدناها قبل كده. سفارز اللي هي رحلات السفاري وسهلة من اسمها يعني سهل ان انت تعرفها. سهل حشيش اللي هو سهل حشيش. رايدز يعني ألعاب الملاهي. برايتن باير اللي هو رصيف برايتن. the upside down house اللي هو البيت المقلوب. stores يعني متاجر وrestaurants يعني مطاعم. الكلمات دي مهمة جدا بتتحفظ. beach شاطئ دي هنحفظها. tourist سائح هنحفظها. south جنوب هنحفظها. fact يعني حقيقة هنحفظها. map خريطة. east شرق. photo صورة. وcity مدينة كبيرة. مش هنحتاج حاجة من الاكسبريشنز اللي تحت دي في الدرس ده. نيجي بعد كده هنا ده ليه فيديو هنرفعه دلوقتي. tourist boat يعني قارب سياحية. every week كل أسبوع. the summer صيف. interesting شيق. kind عطوف. Chinese اللغة الصينية. near بالقرب من. English اللغة الإنجليزية. child يعني طفل. boring ممل. fresh يعني طازة. check يعني يفحص. نيجي عند الأفعال أنا مش عايزة يحفظ لي غير الأفعال دي والverb بتاع fall اللي معناه يسقط بس يعني يحفظ لي call مش عايزة الpast بتاعه. call وsmile وsave وdecide يقرر وjump وهنحفظ معاها كلمة feel سقطة. feel وfall. fall يسقط وfeel سقطة مش عايزة الباقي خالص swim احنا عارفينها وspeak. travel up and down دي مهمة. feel into the river مهمة. from all over the world يعني ايه هنقول عليها نص نص يعني قدر يحفظها حلو ما قدرش خلاص. work in tourist boat برضو ممكن ما نحفظهاش. نيجي بقى عند صوت الاف وصوت الفي. صوت الاف كاني بنفخ بالظبط بالونه. صوت الفي مع اهتزاز في الشفاه وانت بتقولها. هنا اقول ايه فش
live living room foot cave fan vegetables face van. حط ايدك عند رقبتك كده وابدا حط صباعك وقول كلمه فش فش. هتلاحظ ان مفيش اهتزاز عند الرقبه. انما جرب كده تنطق كلمه فان فان هتلاقي اهتزاز عند الرقبه.